السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ناخد النهاردة أول درس في الأدب العربي، واللي هو الأدب العربي في العصر الجاهلي. في العصر الجاهلي ولماذا سمي بهذا الاسم؟ العصر الجاهلي هو الفترة التي سبقت الإسلام بقرن ونصف تقريبا. سمي العصر الجاهلي بهذا الاسم نسبة للجهالة. إيه الفرق بين الجهل والجهالة؟ الجهالة هي فعل الشيء القبيح بعلم وإرادة وليس عن جهل بقبحه، أما الجهل هو عدم العلم بقبحه. وضح موقع وحدود بلاد العرب في العصر الجاهلي بين الأقسام. شبه الجزيرة العربية كان بيحدها من الغرب البحر الأحمر، من الشرق الخليج العربي، من الجنوب المحيط الهندي، من الشمال كان بلاد فلسطين وسوريا والعراق. موقعها تقع بلاد العرب في الجنوب الغربي من آسيا، تقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا. قلنا من الشمال بتحدها فلسطين وسوريا والعراق، من الجنوب المحيط الهندي، على الشرق الخليج العربي، على الغرب البحر الأحمر. أقسامها بتضم شبه الجزيرة العربية الحجاز وتهامة ونجد واليمامة واليمن. البيئة الاجتماعية في العصر الجاهلي كانت عاملة إزاي؟ البيئة الاجتماعية كانت بتنقسم لقسمين، القسم الحضر وهم اللي بيعيشوا في المدن مثل مكة، أما البدو كانوا ينتقلون ويرتحلون. إلى ما يرجع أصل قبائل العرب؟ بيرجع أصل قبائل العرب إلى عرب الشمال العدنانيين، وهو نسبة إلى عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. أما عرب الجنوب هم القحطانيين، عرب الجنوب نسبة إلى جدهم الأكبر قحطان. أذكر أبرز الصفات التي اشتهر بها العرب في العصر الجاهلي. العرب عرفوا بالفروسية، الشجاعة، الصبر، الكرم، منازلة الأعداء، بالوفاء، بنجدة المستغيث. قلنا بالرغم أنه كان عصر جهالة ولكن كان فيه برضو أخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كان فيه أخلاق موجودة بالرغم أن كان فيه برضو صفات سيئة، بس كانت أشهر الصفات اللي كانت معروفة في العصر الجاهلي أو معروفة عن العرب عامة هي الكرم، بعديها منازلة الأعداء، الفروسية، الشجاعة، الصبر، الوفاء، ونجدة المستغيث. أذكر أهم المعارف التي برع فيها العرب. برع العرب في علم الفراسة، وهي الاستدلال بهيئة الإنسان على أخلاقه وصفاته. من شكلك أنا بعرف صفاتك عاملة إزاي وأخلاقك عاملة إزاي. أما العلم التاني وعلم الأنساب، فلان ابن فلان ابن فلان، وكانوا بيعرفوا أصله منين. البيئة الدينية في العصر الجاهلي. ما الديانات السماوية التي عرفت قبل الإسلام في بلاد العرب وأين انتشرت؟ الديانات السماوية أول ديانة كانت معروفة في بلاد العرب قبل الإسلام هي الديانة اليهودية، وانتشرت في اليمن والحجاز. أما الديانة النصرانية انتشرت في اليمن ونجران وعرب الشمال والعراق والحيرة وطيء ودومة الجندل. دول الديانتين السماويتين، لكن مع ذلك كان في فوضى دينية. عاش أهل الجزيرة العربية في فوضى دينية، وضح ذلك مبينا نتيجته. كان أكثرهم يتخذون آلهة متعددة مثل الشمس، القمر، الأصنام، الأوثان. كانت الفوضى الدينية من العوامل التي مهدت لنجاح الدعوة الإسلامية وانتشارها. وجود الفوضى الدينية اللي كانت موجودة في العصر الجاهلي هي اللي ساعدت على انتشار البيئة الأدبية في العصر الجاهلي. ما الصور التي نقلها الأدب الجاهلي وعلامة تدل؟ نقل الأدب صورة صادقة للبيئة الجاهلية سجلا لعادات العرب وأخلاقهم. بيئة صحراوية ما كانش فيها أي حاجة بيعملوها، فكانوا بيسجلوا وبيدونوا، بيوصفوا البيئة، الصحراء، الجمال، بيوصفوا، بيكتبوا عن العادات، عن الحروب، بيسجلوا كل حاجة في الأدب في الأدب العربي وقتها في الأدب الجاهلي، مما يدل على ذكائهم وقدرتهم في هذا المجال وبراعتهم في الأدب في شعره ونثره. عرف بالأسواق الأدبية مبينا أشهرها. إيه الأسواق الأدبية اللي كانت موجودة وقتها أو إيه هي تعرف بإيه؟ الأسواق الأدبية هي أماكن يجتمع فيها الشعراء والخطباء والكتاب من قبائل العرب يتبارون فيما بينهم. كانوا بيقعدوا يتنافسوا وكل واحد بيعرض الشعر أو النثر أو الخطبة أو الحاجة اللي هو بارع فيها وبيتنافسوا فيما بينهم. كان من أشهر هذه الأسواق أسواق عقاظ وذو المجاز ودومة الجندل، إلى جانب أسواق خيبر والحيرة وحضرموت وصنعاء وغيرها، وكان لكل منها وقت معلوم.